المعجزات اللي حصلت، المعجزه اللي حصلت مع انا سمون بنتي لما ماتت جوه اوضه العنايه المركزه في مستشفى الساحل التعليمي. وجه البابا كرولوس دخل لما طلبناه قدام العنايه المركزه، دخل بالصليب وحط ايده على راس البنت وقومها في الحال بعد ما ماتت، بعد ما الدكاتره قالوا لي خلاص خلاص الموضوع انتهى بقى في حياتك. ما همنيش كلامهم، طلبت البابا كرولوس معاه اربع قديسين تاني بس وكلته هو. دخل بابا كرولوس وحط ايده بالصليب على راسها قدام دكتوره غير مسيحيه، وهي اللي حكت لي هذه المعجزه في ساعتها. انا بقول علنا انا اهو، دي حقائق احبائي. راينا ايه؟ مجده، وما زلنا نرى مجد المسيح في حياتنا وفي حياه الناس يا احبائي، لان هو امس وايه؟ واليوم والى الابد. وقامت البت والحمد لله بقت زي الفل، ودخلت كليه تعليمها انجلش، وخدت كليه تجاره انجلش، واتجوزت انجلش. لا طبعا اتجوزت واحد مصري. وربنا يحافظ عليها يعني، هي وجوزها وولادها. على راي حضرتك يعني. وانا لما مت برضو انا كمان يعني، انا مت بس في مستشفى الراعي الصالح اللي هنا في شبرا جنبنا، خدوني من هنا على المستشفى ومت والقلب وقف وانتهى الموضوع. والدكاتره قالوا اختصار يا ابونا ابراهيم المعجزه اللي انتوا عارفينها دي. وجه البابا كرولوس وابو سيفين الاثنين قوموني من الموت. ابو سيفين عمل ايده كده رجع الروح تاني، عملها ثلاث مرات. البابا كرولوس مد ايده بالصليب كده وحطه على صدري، قمت قعدت ولا كان في حاجه. ومن ساعتها لغايه دلوقتي اسم الصليب قلبي زي اسد. زي الحديد. نشكر ربنا يعني، نمسك الخشب. احبائي احنا راينا مجده، وكل يوم بنشوف مجده في ولاده وفي المعجزات اللي بيعملها مع ولاده. كل يوم انا معكم ايه؟ كل الايام الى انقضاء. ما تشلوش هم، ما تشلوش هم مجد المسيح، له المجد محوطنا ومعانا. لا تخف لاني ايه؟ معك. امال ايه؟ احبائي راينا مجده وما زلنا نرى مجده وسنظل نرى مجده الى كمال الدهور، لغايه ما يجي بقى في مجده ومجد ابيه في اليوم الاخير على اصحاب السماء، ويخطفنا معاه نطير كده زي الحمام، على نطير معاه نقابله في الهواء على اصحاب السماء لملاقات الرب في الهواء كما يقول الكتاب. ويقول نعما لك ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. ادخل الى ايه؟ فرح سيدك، فرح دائم لا يشوب اي قدر. راينا مجده، هنشوف مجده. يقول الكتاب نحن الان نراه كما في لغز، كما في مرآة كمان ولكن هناك سنراه كما هو. سنراه، سنرى مجده كما هو. حاجة عشان كده بولس الرسول يقول ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله الذين إيه يحبونه. زيكم كده إن شاء الله يعني، منتظرنا مجد عظيم إن شاء الله في آخر صلحة نبقى مع المسيح له المجد في مجده ومجد أبيه الصالح إن شاء الله وروح القدس. ورأينا مجده مجدا كما الوحيد. شوفوا يقول ايه بالظبط، ورأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. كما الوحيد من الآب، كلمة وحيد دي مش واحد بس نخلف ولد وحيد وخلاص، لا ده هنا الوحيد باللغة اليونانية ومونو جنيس، الوحيد الجنس، يعني فيش في جنسه حد لا يشاركه في هذا في هذه البنوة للآب أحد، لأن بنوة من الطبع مش بالوضع مش بالتبني، ده من طبع من جوهر الله في حضن الآب. الابن الذي هو في حضن الآب وخبر، الله لم يرى أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب وخبر. يعني إيه في حضن الآب وخبر؟ الابن الوحيد الجنس يعني، ما فيش زيه، في زيه خالص في جنس البشر كلهم، هو جنسه هو الله الذي ظهر في الجسد في حضن الآب. يعني هو الآب ليه حضن زينا؟ أمال إيه معنى في حضن الآب؟ في حضن أبيه وخبره، يعني في عمق الآب، يعني في جوهر الآب، في ذات الآب، في الذات الإلهية. هو الله الكلمة الذي لم ينفصل قط لحظة واحدة عن الآب، فهو عشان كده قال أنا والآب إيه؟ واحد. الآب واحد، كلام بيوضح نفسه. مجدا كما لوحيد من الآب، فهو الإله الوحيد اللي ما فيش حد يشاركه في هذه البنوة، بنوته لله، محدش يقدر يقارن بيه من بني البشر، لأن هو خالق البشر كلهم، وهو كمان الديان اللي هيجي يدين البشر كلهم. مفيش نبي هيدين حد، الأنبياء نفسها كلها هتحاكم من الله يوم الدينونة، صح ولا لأ؟ الكتاب المقدس يقول كده،
ها أنا آتي سريعا وأجرتي معدة. المسيح لما قال بيقول ها أنا آتي سريعا وأجرتي لأجازي كل واحد حسب عمله. كل واحد كلمة كل في علم المنطق يعني كل، ما فيش استثناء، هيجازي كل واحد حسب عمله. هو الديان ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي، أجرتي أنا مش أجرة حد تاني، وأنا اللي هأجازي، وهو الله الديان. لو لم يكن هو الله وهيجي في مجده ومجد أبيه في اليوم الأخير عشان يدين العالم كله، أمال إيه؟ مجدا كما لوحيد من الأب مملوء نعمة وحقا، واختم بها، مملوء نعمة وحقا. إيه هي النعمة اللي المسيح المجد أفاض بها علينا يا أحبائي؟ أول نعمة خدناها نعمة التحرر والتبرير. التبرير والتحرر من إيه؟ من حكم الموت الأبدي، من الخطية الأصلية، خطية الجدية. بررنا وحررنا منها من حكم الموت الأبدي، من خطية الجدية. أيوة، يقول الكتاب كده متبررين مجانا بإيه؟ بنعمته، بالفداء الذي ليسوع المسيح. متبررين رومية صح واحد، متبررين مجانا بنعمته. يبقى إذا نعمة المسيح بررتنا وحررتنا من المعصية الأولى بتاعت أبونا آدم وحواء، ومن حكم الموت الأبدي اللي كان محكوم به علينا أحبائي إن احنا نخش جهنم كلنا، جه حررنا وعتقنا من هذا الحكم ومن هذه الدينونة أحبائي. نشكر، أول نعمة وأهم نعمة، ومن غيرها ما يبقاش مسيحيتنا لها لازمة. الحمد لله بقينا مؤهلين لميراث الملكوت الأبدي، ميراث المجد العتيد أن يستعلم فينا. عشان كده الرسول يقول إيه بقى؟ إن خفة ضيقتنا الوقتية، الضيقات دي اللي بتقابلنا دي خفيفة وقتية، ده جامدة، ده خفيفة وقتية. إزاي؟ طب يقول طب اسمعوا، إن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. أمال إيه؟ ثقل مجد تقيل هناخده هنورثه في الأبدية أحباء، خفة ضيقتنا الوقتية. فالآباء حسوا، وعشان كده الرسول يقول ليشتهاء أن أنطلق لأكون مع إيه؟ مع المسيح، ذاك أفضل جدا.